تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على عدة نقاط استراتيجية في حي نزلة شحادة جنوب الرقة، وأسفرت الاشتباكات في الحي عن قتل 9 أفراد من تنظيم داعش. وأضافت مصادر ميدانية أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على كمية من الأسلحة الثقيلة خلال تمشيطها بحي اليرموك. أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين بقتل جنديين وشرطي وإصابة 8 آخرين بجروح في اشتباكات بقرية الإمام غربي شمالي قضاء الشرقاط. وتحاول القوات العراقية منذ أكثر من أسبوعين تحرير القرية التي يحتلها داعش، لكنها أخفقت حتى الآن بالرغم من الهجمات المتعددة التي شنتها. تمكنت قوات الجيش المصري من القضاء على عشرات الإرهابيين خلال حملة عسكرية متواصلة منذ يومين في منطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش. وأسفرت العملية بحسب تقارير أولية عن قتل 40 مسلحا وإصابة آخرين بجروح وتدمير 5 أوكار إرهابية جنوب مدينة العريش. حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من أن ميليشيات حزب الله اللبناني تعزز ترسانتها من الأسلحة، وطالبت هايلي المجتمع الدولي بإيلاء أنشطة ميليشيات حزب الله الاهتمام اللازم والضغط عليها لنزع سلاحها. اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط عبر دعمها للمنظمات الإرهابية ولنظام الأسد. ويعد تقرير إيران والمجموعات الإرهابية لا سيما حزب الله تهديدا مباشرا لحلفاء الولايات المتحدة. قال وزير الصحة الكيني إن تفشي الكوليرا في العاصمة الكينية قتل 4 أشخاص منذ شهر مايو أيار الماضي، وتسبب في إغلاق فندق ومطعم شهير للحد من انتشاره. هذا وأمرت الحكومة الكينية على الفور بفحص نحو نصف مليون شخص في قطاع التعامل مع الأغذية خلال الأيام العشرين المقبلة. نالت شركة أبل الأمريكية براءة اختراع لإضافة زر الرعب في هواتف آيفون بهدف حماية المستخدم، وفقا لما ذكر موقع جيرمودو المختص بأخبار التقنية. وذكر الموقع أن الهدف من زر الرعب هو استدعاء رجال الشرطة سرا، مشيرة إلى أن هذا الزر يمكنه أن يفعل بطرق مختلفة في الهاتف، منها البصمة أو الزر السرية. يبحث فيلم من 8 ساعات عن جمهور يرغب في إحصاء قطيع من الأغنام تسير بالتصوير البطيء فيما وصف بأنه أكثر عمل ممل في تاريخ السينما، ويخلو فيلم بابلان من أي ممثلين أو قصة أو حوار. نهاية موجز، في أمان الله.